أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. جزاكم الله عنا خير الجزاء. هنا كانت المناظرة بين موسى عليه السلام وبين فرعون. وكما علمتم بأن دائما الذي ضعفت حجته والذي قلت حيلته وتراه طاغية أرعن فإنه يأتي بالعجائب. وعندما تظهر الحجج والبراهين يحاول طمسها. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولما ظهرت الحجة مع موسى عليه السلام اتهمه بالجنون وأخذ يميل من معه ويقول ألا تستمعون إن رسولك الذي أرسل إليكم مجنون. وبدأ في القطح في موسى عليه السلام وموسى لا يلتفت. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن صاحب القضية وصاحب الهدف لا يلتفت لأي شيء. لا يلتفت لأن الالتفات معناه أنه سيتعطل عن هدف يعيش له فلا يلتفت. ومن رحمة الله بالعباد الذين أراد لهم ذلك هو الذي أوزع في قلوبهم عدم الالتفات. ولو وقفوا لما استطاعوا السير. فموسى عليه السلام صار يقيم الحجة ويقيم الحجة ويقيم الحجة ولا يسمع. فصار موسى عليه السلام يقول ربكم ورب أبائكم الأولين رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. حتى قال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء مبين. هذا تعويل على النفوس والفطر السليمة أنها تقبل الحق ولا تعانده وأنها إن ظهرت الحقائق لابد أن ينصاع وينقاد. كما كان من سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه بأن فرعون لما وجد أن الحجة ظاهرة باهرة قاهرة مع موسى عليه السلام قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قره ملكه
وغره السطوة التي كان عليها، وهو الذي قال متبجحا: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ نعم. فقال: لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. عول علامة في النفوس وفطر النفوس أنها إذا ظهر لها الحق جليا اتبعته، وهذا ما حدث من سعد معاذ رضي الله عنه وأرضاه. أنا استبعد ذلك، فقال: فأتي به إن كنت من الصادقين. وهذا معناه أنه يلوح للناس أنه كاذب ويصد الباب بهذا، وحسب أنه لن يأتي بشيء يعني يكون له التأثير العارم على الناس. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وهذا الذي خاف منها موسى عليه السلام، ألقى العصا فالعصا انقلبت حقيقة إلى حياة، يعني مسألة سحر عين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين يرونها. أيضا ليس فيها تخيل للأعين محل الأحوال، هي حقيقة على حقيقتها يرونها عيانا. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فلما ظهرت الآية وعلم أن هذه الآيات ستؤثر في الناس، أتى بفرية عظيمة، والشيطان يوسوس في رأسه، فقال إن هذا لساحر عليم. طبعا هذا العصر الذي كان فيه موسى كان ينتشر فيه جدا مسائل السحر، فقال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يعني هذا فيه السحر العظيم. لحظة معي أنا أسف. طيب هنا قال الله تعالى، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمر؟ بعدما أتت الآيات ظاهرة قاهرة باهرة عليهم، فقال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. وقلنا كان انتشر في عصورهم السحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ فهو الآن لفت الانتباه إلى مسألة الدنيا، والناس يتعلقون بالدنيا. أنا أتكلم الآن وربي عن واقع لا عن تفسير. رأيت الناس لا يهمهم شيء بحال من الأحوال إلا مسائل الدنيا، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على مسائل الدنيا، ومسائل الدين عندهم ليتها مرتبة ثانوية، هي غير موجودة أصلا، هي غير موجودة أصلا. النظر لأمر الدين وتحقيق الدين هذا غير موجود أصلا، فهذا إشكال كبير جدا. ولذلك إن الله جل في علاه يضيق على عباده ليرجعوا. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وإن الله تعالى يبتليهم حتى يراجعوا دينهم، يبتليهم حتى يراجعوا دينهم، ولكنهم لم يفعلوا، فلذلك يبقى التضييق عليهم شديدا مطابقا. فقال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قلنا أن الله تعالى هنا شوف يجعل الجاهل هو الذي يقيم الحجة على نفسه، فالله تعالى جرهم، وإذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، حتى قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وهذه بضدها تتبين الأشياء، فيظهر جليا بأن ما أتى به موسى هو من الحق بمكان، وأنه معجزة خالدة، وأنها معجزة من الله جل في علاه، إقامة الحجة على فرعون وملئه، وإقامة الحجة على جميع من يتبع فرعون، وأيضا على السحرة، وأيضا تكون تثبيتا لقلب موسى عليه السلام. قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أنا أقول هذه الآية تلفت انتباهنا لأمر مهم جدا، ما هو؟ لو تأتم بها. طيب هنا في قوله قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، الرجوع لأهل التخصص، الرجوع لأهل التخصص. شوف انظر، حتى في الكفر والطغيان، حتى لما أراد مغالبة الحجة بالحجة رجع إلى المتخصص، الرجوع للمتخصص، فراجعوا إلى المتخصص في هذا الباب. نعم قيمة العلم ممتازة سلفي، لكن راجع المتخصص، فراجع إلى 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 أهل التخصص. فقال قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. ما دام هذا سحر فلابد أن نأتي بالسحرة، والسحرة هم أتقن الناس للباب، فأتونا بها. قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. شوف صدروا الباب بأنهم لا يتبعون موسى حتى ولو كان الحق مع موسى، هم يتبعون السحرة إن كانوا هم الغالبين. لما إن كانوا غالبين؟ لأن الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم، إلا من الله عليه وأظهر له الحق،
فاعتنقه فتمسك به وعض عليه بالنواز وبالنوارز واخذ به. قالوا لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وهذه أيضا كما قلنا أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. هم جاءوا للدنيا قالوا أئن لنا أجرا كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وقلنا العلماء هنا حذروا تحذيرا بالغا من اقتراب العلماء إلى أبواب السلاطين، فالفتنة فيها أقرب والثبات على الدين أشق وأصعب. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، حتى أن موسى وجد في نفسه خيفة موسى حتى طمأن الله قلبه وقال لا تخف إنك أنت الأعلى، إنما يعني الذي أتوا به إنما هو كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وعدم الفلاح وعدم السداد أنهم في بادئ الأمر قالوا بعزة فرعون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. في هذه المسألة توجد أمور عقدية من الأهمية بمكان في هذا الباب الذي حدث بين موسى وبين السحرة وبين كلام السحرة وبين كلام فرعون. ما هي الضوابط العقدية التي تلفت انتباهنا هذه الآية إليها؟ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وكانوا جما غفيرا. فما تأثير العدد في الموقف؟ والأمر الثاني مسألة الحجة، والثالث اللفتة العقدية في هذه الآية. اكتبوا لي ذلك. أبو العزة من غير الله جل في علاه فذلوا، ومن نقاء قلوبهم وإدمار الحق فيهم، ويعلم الله من قلوبهم، فإن الله جل في علاه وفقهم للإيمان بموسى عليه السلام وبآياته، وهم أيضا قد ركنوا إلى ما هم فيه من علم وإلى قوة فرعون وبطش فرعون وطغيان فرعون. لكن التفسير الذي لابد أن يراد وهو لما خاف موسى عليه السلام وكيف يقوم خوف موسى عليه السلام، والذي رأى الآية بأم عينيه، رأى قوة هذه الآية ورأى أنها حقيقية ورأى وأن الله تعالى كلمه، ومع ذلك ارتجف موسى وأصابه الهلع، ووصفه الله جل وعلا أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. لكن هنا كيف تفسير خوف موسى عليه السلام عندما رأى وهم كانوا جما غفيرا؟ قالوا كانوا بالألاف، بلغوا 30,000 بالألاف، وكل منهم ألقى حبله وعصاه وكانت أمام الناس كأنها حية تسعى. فهال الأمر موسى عليه السلام، وكما قلنا هم بدأوا بالخسارة عندما اعتزوا بغير الله جل في علاه فذلوا، وعندما ركبوا إلى قوة غير قوة الله جل في علاه فضلوا وضعفوا، وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إلا أن الله له في ذلك حكم حتى يدخل هؤلاء القوم في دين الله جل في علاه. نعم، خاف أن يفتى الناس بالسحر. لا، هذه جيدة لكنها فرع ليست أصل، لأنني الآن أتكلم على خوف موسى الذي أصاب موسى. يبقى معنى كلامك أنه لم يخف ولكن خاف على فتنة الناس، وحقيقة الأمر أن الآية جاءت فبينت أنه خاف. قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا ارتخف. وبعدين كيف خاف موسى وهو معه الله جل وعلا والآية عنده ظاهرة؟ نعم صحيح، من الأبرار والزل. اللهم اهدي أم درمان يا رب العالمين وكل ضواحيها، والصومال ومقديش وأيضا كينيا وغينيا وكل مدغشقر. الله جل وعلا يهدي كل هذه الطائفة التي يعني لها الخير إن شاء الله، وتنشر الخير في الناس جميعا. نعم هذا صحيح، الجبلة، هذا الخوف الجبلي، والخوف الجبلي لا يكون محاسبا على المرء، لا يحاسب على المرء، هذا الخوف الجبلي. أما خوف التوحيد لا، وانظر لتعلم أن خوف العبادة كيف أن الله لما قال وصف لنا وصفا دقيقا، قال فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، انتهى، زال الخوف. فهو الآن يعلم بأن المسألة بيد الله جل في علاه. اللهم أمين، اللهم أمين، جزيتم الجنة، أحسن الله عليكم. الغرض المقصود بأنه سلم على شعبة، جزاك الله كل خير. الغرض المقصود بأن يعني كان
الأمر شديدا على موسى عليه السلام عندما رأى وهاله الأمر، قلت بلغوا إلى 30,000 أو أكثر كما قال بعض المفسرين، وكل يلقي بما بيده، فهال الأمر موسى عليه السلام، خشي موسى على نفسه وخشي عندما نظر إلى ذلك. فلما قال الله فلما طمأن الله قلبه وقال له لا تخف إنك أنت الأعلى، هدأ موسى عليه السلام، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وهنا لابد أن تعلم أن الإنسان إن لم ينظر بعين القلب لربه جل في علاه فإنه خسر الدنيا والآخرة. لم يكن المرء مستحضرا القلب أنه يرى بعين قلبه ربه جل في علاه، ويرى كيف أن الله جل في علاه يدبر شؤون الخلق جميعا، هو فوق العرش يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، فهو على كل شيء قدير. فجمعية القلب كانت لله جل في علاه، وينظر الله بعين القلب، هذا الرجل هو أسعد الناس وهو أعظم الناس طمأنينة، وهو في هذه الدنيا التي تتلاطم فيها الفتن تترى. قال فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن موسى عليه السلام عندما قال الله له قال لا تخف إنك أنت الأعلى، ألقى عصاه، فيعني كانت الغلبة لموسى عليه السلام حية، هم يرونها حقيقة، العصا انقلبت حقيقة إلى حية فابتلعت كل هذه الحياة. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين لا تواني. هنا كشف الله الحجاب عن قلوبهم والأقفال والأغلاف، وجعل القلب ينبض إيمانا، فنظر فوجد الحقيقة أمامه عيانا، وعلم أنها من الله جل في علاه وأنها آية قاهرة باهرة، فسجدوا خروا جميعا سجدا. قال الله تعالى فألقي السحرة سجدا، ما في تفكير، ما في أي شيء، لما انفتح القلب للحق انقاد، انقاد سريعا. وهذه علامة برهان الإيمان الحق، برهان الإيمان الحق أنه عندما يسمع الحق يتبعه. هذا الذي حدث من سعد معاذ، قال أنصفت فلما سمع قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. لما جاء الرجل ويتسمع أنه قال له لا تذهب لهذا الرجل فإنه ساحر، إنه كاهن، إنه يفرق بين الابن وبيه، قال سأذهب وأسمع. أول ما قال ما عندك؟ قال القرآن، قال أسمعني. فلما سمع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد الله أن هذا ليس من كلام الكهنة ولا الشعراء ولا غيرهم. فالحق إذا انجلى القلب عنه أو ارتفع الران من على القلب وجاء الحق، الحق أبلج يدخل بسهم رقيق إلى القلب فانقادوا. فألقي السحرة ساجدين، فيها دلالة أيضا على فضل السجود، وأن تعظيم الله جل وعلا يظهر جليا في السجود، أنك رغمت أنفك أو رغمت أنفك من أجل ربك جل في علاه. وهذا الموضع هو ما يكون أعز الإنسان، يكون أعز ما يكون في هذا الموضع، وهو يذل برقبته وبأنفه في التراب لله جل في علاه. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. هنا يعني السجود للإلهية، لكن ناسب أن يقول بالربوبية، هنا قالوا آمنا برب العالمين، فيها أيضا دلالة على التلازم بين التوحيد الإلهي وتوحيد الربوبية. قالوا آمنا برب العالمين، صدقنا أن هذا من الله جل في علاه. وهنا أيضا لك دلالات، الأولى كما قلنا بأن الربوبية تستلزم الإلهية، وأن الإلهية تتضمن الربوبية لقوله آمنا برب العالمين. والأمر الثاني مهم جدا، وهو أن الإيمان الذي هو التصديق يلزمه الإيمان الذي هو الانقياد، آمن به وآمن له، هم آمنوا به، ولما آمنوا به آمنوا له. لما رأوا الآية أمامهم عيانا وعلموا أن العصا حقا انقلبت إلى حية آمنوا بها، صدقوا أنها من الله جل في علاه، فاستلزم الإيمان بها إيمانا لها، يعني إيمان له، فانقادوا فألقي السحرة ساجدين. لذلك لما آمن موسى لما آمن لوط انقاد، آمن إبراهيم عليه السلام انقاد، قال فآمن له لوط، فهو آمنتم به، وفي الآية الأخرى قال آمنتم له، فالإيمان به يستلزم الإيمان له. إذا قالوا آمنا برب العالمين، قبلها كان الإيمان له. طبعا الكلام ليس على التقديم والتأخير، الكلام ليس على التقديم والتأخير، يعني احنا لو قلنا القراءة التفسيرية في التقديم والتأخير قالوا آمنا برب العالمين فألقي السحرة ساجدين، بعدما قالوا آمنا سجدوا، فاستلزم الإيمان به الإيمان له، استلزم الإيمان به الإيمان له. قالوا آمنا برب العالمين
وناسب الربوبية هنا لوجود الآية وظهور الآية القاهرة الباهرة. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. طبعا هو أصلا في قوله في الآية الأخرى قال هارون وموسى، هو التقديم كما قلنا لختم الآيات. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وكما قلنا ناسب أن يأتي بالربوبية لوجود الآية العظيمة الظاهرة القاهرة الباهرة، انقلبت العصا حقا إلى حية، ويعني وهذه ابتلعت جميع الحياة التي كانت فيها سحر عين الناس، لأنهم كانوا يستخدمون الزئبق وكانت الحبال على هيئة حياة، فألقوا الحياة فجاءت العصا فأكلت كل ما ألقوا. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. العجب كل العجب من ردود فرعون بعد ما حدث ذلك، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبير. هذا تبجح، هذه بجاحة بلغت وتفوقت على الوقاح، هذه بجاحة بلغت إلى الوقاح. قالوا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم. وين كبيركم؟ أين رآهم موسى؟ أين تقابل معهم موسى؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أنه يعني بطغيانه بجبروته كذب على الناس، والناس كيف يصدقونه ويقول هو كبيركم؟ أين رأهم؟ أين علمهم؟ وهم الذين قالوا نأتي بهؤلاء السحرة، والسحرة آتوا من كل حدب وصوب. أين رأهم موسى؟ أين علمهم موسى؟ أين اجتمع بهم موسى؟ لا اجتماع معهم إلا أمام فرعون، ومع ذلك الناس يصدقون فرعون. لما؟ لهوى في النفس، عشان تعلم ولا تقل بأن هؤلاء لهم عذر، وعذرهم بأنه يعني ينطلي عليهم والناس يعني يكلمونهم ينشرون ما عندهم، فالناس أغمار وجهلة يمكن أن يؤثرهم. لا الأصل أن الهوى في ذلك، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صادف هواها قلبا خاليا فتمكن، وافق شن طبق وافقه فعانقه. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. شوفوا قال إيش؟ آمنتم له لما سجدوا، انقضتم يعني انقضتم لهم، طب صدقتم اسكتوا، هم الحق أنهم رأوا الآية وصدقوا بها. ولذلك قال الله عنهم هم أساس في هذا الباب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويأتي إن شاء الله الكلام على ما ينطلي على العوام الذين يعني قال كثير من العلماء أنهم هوام صراحة. الدنيا تذهب بسبب وجود العوام، لذلك لا كلمة لهم، يعني العوام لا كلمة لهم، لتعلموا يعني العوام لا كلمة لهم، المسألة على الخاص. وإلا هم يقولون رجل أتى بمائة ألف ومئتين ألف، هؤلاء عوام، والعوام هوام، لا عبرة بهم، لا عبرة بهم. نعم التقط تهم سنة متبع. نعم وربي. وأيضا التهديد بالسجن، هذه مسألة الله ينجينا منها. نعم. طيب الفوائد المستنبطة. أبخص الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخص منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. السحر فعلوا ذلك، لكن علم الله من قلوبهم ما ينجيهم. من اعتز بغير الله ذل. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. نعم لو في أسئلة اتفضلوا.